بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناه عرب جرو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم عندنا اللي هو طبعا نستمر بدوره اللي هي شيل سكريبتنج، تمام؟ كيف نتحكم بالبرومت اللي يسمى برومت. طبعا البرومت اللي هو هذا، اوكي، اللي هو اسم المستخدم او ايا كان اللي يكون موجود قبل تنفيذ الامر، تمام؟ طبعا هذا له اللي هو له متغير معين اسمه PS1، اوكي. طبعا الحروف كلها كابيتال PS1، تمام. البي اس 1 هذا اذا غيرته انت راح ياخذ اسم اللي هو المستخدم هذا. طيب عشان تصير بالصوره وتفهم ايش الموضوع، طبعا احنا تكلمنا قبل عن الامر اكسبورت وقلنا انه خاص بتصدير بعض الاوامر، لذلك خلونا نسوي اكسبورت مثلا ونكتب بي اس 1 يساوي، ثم حط الاسم اللي تحابه يطلع هناك، مثلا ديبيان، اوكي، ديبيان نقطتين، انتر. لاحظ انه تغير الاسم من هذه الى نقطه ثانيه. ايش الفائده من هذه؟ ممكن انك تعلم المستخدم وانت تبرمج او وانت تنفذ الشيل حقك ايش انت قاعد تسوي من خلال الاسم المستخدم. فمثلا لو انك قاعد تحذف برنامج مثلا ممكن تكتب له هنا ريموفنج مثلا، زي ما انت شايف، تعطي المستخدم اكشن وانت قاعد تبرمج له، تمام. طيب ايش ممكن نسوي خلال هذه؟ طبعا في لسته طويله جدا بالاوامر اللي ممكن انك تتخصص فقط البي اس 1، طبعا راح اجمع لكم ان شاء الله بتدوينه واحده وتكون موجوده تحت بالرابط، قد لا تكون موجوده الان لكن راح تكون موجوده بالكثير بالليل، اوكي، من وقت تنزيل الفيديو هذا. طيب ايش الاشياء اللي ممكن نسوي؟ راح ناخذ مثال، اوكي، راح اسوي اكسبورت، تمام. طبعا في اوامر كثيره، طبعا سجلت بعضها هنا علشان بس تكون بالصوره، تمام. احنا ممكن نسوي اللي هو مثلا نعطي هذا لون معين مع اسم المستخدم والهوست نيم. خلونا نجرب، نكتب هنا اللي هي الكود حق اللون، تمام. راح نحط لحظة في هنا بعد واحدة هنا، اوكي. راح نعطي هذا لنا واحد اللي هو 31 تقريبا، هذا اللون مو بأحمر، هذا تقريبا ممكن راح يكون بنفسجي زهري شغل زي هذه، اوكي. ثم طبعا هنا في ام، نكمل نحط يو، طبعا هذه اللي هو يوزر نيم ات هوست نيم، هذه الاتش، اوكي. بعدين تسوي مسافه دبليو، نسكر القوس، بعدين هذه مجرد علامه ترى لا اقل ولا اكثر، تمام. راح تحطها بس هناك، ثم اخر شيء راح تحط اللي هي اي، وبعدين قوس صفر ام، بعدين تحط الشرطة وتسكر القوس، نضغط انتر. لاحظوا صار عندنا، طلع عندنا باللون الاحمر. طبعا في بعض الاشياء خطا زي ما انت شايف، في هنا قوس المفروض ما طلع شغلات زي هذه. عموما لازم تعرف انه في اكثر من طريقه، ممكن اي شخص يخصص يبني له ذي. هذا واحده من تخصيصاتي سويتها، شفت اللسته قعدت العب وسويت لي بعض الشغلات. طيب احنا كيف ممكن اننا الشغلات هذه نحفظها على طول؟ انت عارف الحين لو سكرت الطرفين فتحته من جديد، خلينا نسكره نفتح من جديد، راح تلاحظ انه ودعت. خلينا نفتح ملف اليوتيوب، ودعت، راحت اعداداتك، كيف تحفظها وتبقى معك على طول؟ اللي عليك تسويه ببساطه انك تدخل على الملف اللي هو اكتب نانو دوت باش ار سي، طبعا تكلمنا على الباش ار سي قبل، تمام؟ بشرط ان يكون هذا حق المستخدم الحالي، الباش ار سي. ادخل على الباش ار سي، انزل اخر شيء، تمام؟ غير البي اس 1 هذا زي ما انت شايف، متغير البي اس 1، حط اللي تبي، مثلا يساوي اسم المستخدم اللي هو قلنا يوزر نيم، حلو؟ at host at host، اوكي. راح نحفظ الان، لو فتحنا بطرفيه ثانيه الحين راح يطلع لنا اسم المستخدم at debian، اوكي. طبعا الشغلات هذه ممكن تسويها وتنفذها قلنا بالشل علشان انك تعطي المستخدم اكشن معين. انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي وفي امان الله.